الجسم الإنسان هو عبارة عن عضلات متركبة فوق هيكل. الهيكل ده اللي هو الهيكل العظمي. المركز بتاع الهيكل العظمي هو العمود الفقري، وبعدين متوصل من تحت بالحوض ومن فوق بالقفص الصدري، تعلوه الجمجمة، وبعدين كل ده ماسك فيه الأطراف الأربعة. بدون عمود فقري كل حاجة لوحدها، الإيدين لوحديهم والرجلين لوحديهم، الحوض لوحده، الدماغ لوحده. العمود الفقري هو نقطة الوصل ما بين كل عظام الجسم، عشان كده بنسميه الأكسيال سكيلتون، اللي هو المحور. محور الهيكل العظمي. يعني حتى مجازاً يا دكتور، حتى الأجانب بيقولوا مثلاً لو واحدة عايزة توصف جزء إن هو السند دي، تقول my backbone يعني بالزبط. لو عن عمودي الفقري، وكأن ده رمزية يعني. بالضبط كده. الحاجة الثانية هو العمود الفقري، ربنا خلق فيه قناة اسمها القناة الشوكية من وراء، نازل فيها الحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده عبارة عن يعني امتداد المخ، يعني المخ موجود في الجمجمة من تحت خالص، بينزل في صورة اسطوانة كده اسمها الحبل الشوكي. الحبل الشوكي من كل ما بين كل فقرتين بيطلع عصب يمين وعصب شمال، ابتداء من الفقرة العنقية الأولى لحد الفقرة العجزية الأخيرة اللي هي الايه الخامسة. تمام. طيب ده بالنسبة للايه لتركيبة العمود الفقري وأهميته في جسم الإنسان.